تحتوي مياه البحر على بلورات من مزيج من الصوديوم والكلوريد وعددا من المعادن الرئيسية مثل الكبريت والكالسيوم والصوديوم والمغنيسيوم والبرون والبوتاسيوم وهذا يعود على جسم الانسان بفوائد صحية عديدة من الحد من اعراض الربو وتحسين مستوى السكر في الدم والحفاظ على صحة القلب وغيرها من الفوائد سوف نتعرف عليها ان شاء الله في هذا الفيديو يحتوي ماء البحر على عناصر حيوية وأملاح معدنية وأحماض أمينية إلى جانب الكائنات الحية الدقيقة التي تنتج تأثيرات مضادة للبكتيريا مما يعزز جهاز المناعة، كما أن استنشاق هواء البحر المليء بالأيونات السالبة والجزيئات المرتبطة بالرئتين يعمل على تقوية جهاز المناعة بالجهاز التنفسي، إضافة إلى ذلك السباحة في مياه البحر تفتح مسام الجلد لتسمح بامتصاص معادن البحر وطرد السموم المسببة للأمراض من الجسم. إن المشي في مياه البحر أفضل تمرير رياضي لمكافحة الإحساس بالثقل في الساقين الذي ينشأ عن ضعف الدورة الدموية كما أن ممارسة المشي في ماء البحر يساعد على التخفيف من ظهور الدوالي ويبدد انتفاخات في الساقين والقدمين وتغطية الجسم بالرمل الساخن يساعد على مرونة المفاصل ويخفف من التهابها مياه البحر وسيله طبيعيه للتعامل مع مشاكل حب الشباب فاذا كنتم قلقين من حب الشباب فما عليكم سوى التوجه الى الشاطئ وسيساعدكم ذلك على ازاله الحبوب والتقليل من الندوب التي تتركها ملح إبسو الذي يوجد في مياه البحر يعد من العلاجات التي يتم استخدامها للتخفيف من الآلام التي تحدث بسبب التهابات العضلات وذلك لأنه يحتوي على المغنيسيوم الذي يقوم بمنح الجسم التوازن وبالأخص الوظائف التي تتعلق بالأعصاب والعضلات ساهمت الحمامات المالحه والمياه الغنيه بالمعادن في التخفيف من اعراض مرض الصدفيه والكزيما لدى المصابين وكذلك في علاج التهاب الجلد التاتبي وهو نوع من الامراض الجلديه المزمنه التي تسبب التهابات والحكه في الجلد وهو ايضا نوع من الكزيما وتساعد مياه البحر على تهدئه اعراض التهاب مثل الحكه ماء البحر علاج فعال لأمراض المفاصل والروماتيزم وبهذا الخصوص يقول أحد الأطباء الفرنسيين إن ارتفاع درجة حرارة الماء تجعله علاجا فعالا خصوصا في فترة الصيف وأرجع الطبيب الفرنسي المختص في أمراض المفاصل والروماتيزم أهمية العلاج بمياه البحر إلى سببين الأول أن ماء البحر يقلل من وزن الجسم وبالتالي يخفف الضغط على المفاصل فحينما يغوص الإنسان في الماء حتى الرقبة يزن من 6 إلى 10% من وزنه الحقيقي ويسهل في هذه الحالة تحريك المفاصل وأداء التمارين الخفيفة، أما السبب الثاني فإنه يعود إلى ما تحتويه مياه البحر من عناصر مهمة للجسم كالصوديوم والكالسيوم والبوتاسيوم والكلور والتي تصل إلى مفاصل الإنسان من خلال الجلد مياه البحر يرطب الجلد على نحو فعال عن طريق تدليك الوجه والجسم معا لعدة دقائق مما يساعد على استعادة حيوية البشرة والجلد ويزيل الجفاف بهم لأنه يحتوي على العديد من المعادن التي هي مفيدة في هذا المجال يقوم ملح ماء البحر على القضاء على البكتيريا حيث يستخدم كغسول للفم وتنظيف اللثة كما أنه يقوم بمهاجمة البكتيريا التي تسبب التهابات اللثة ورائحة الفم الكريهة كما يعمل تخفيف الألام ويكون عن طريق وضع ملح البحر بكوب ماء دافئ ثم استخدامه كغسول لمدة من 30 حتى 60 ثانية تساعد مياه البحر الغنية بالملح على تخليص الجسم من الماء الزائد المحتبس فيه والذي يسبب انتفاخات وذلك عملا بمبدأ تركيز التنضح لذا فالتخلص من الماء المحتبس يفسر شعورنا بالخفة والحيوية بعد السباحة في البحر والى هنا مشاهدينا الكرام ينتهي موضوع حلقتنا هذا اليوم نشكركم على حسن المتابعه والى اللقاء